ميخائيل نعيمي، لقبه توفيق يوسف عواد بناسك الشخروب. ولد ببسكنتا تحت سفح جبل صنين سنة 1889، ودرس بالناصرة بفلسطين بعد دراسته الأولى بمدرسة الضيعة الأرثوذكسية، وبعدين كمل التعليم بروسيا. ومن بعدها سافر للولايات المتحدة الأمريكية وتخرج بسنة 1912 من جامعة واشنطن بشهادة بكالوريوس بالعلوم والحقوق. لما دخلت أمريكا الحرب العالمية الأولى سنة 1917، التحق مع الآلاف من الشباب الأجانب اللي تجندوا مع الجيش الأمريكي وقطعوا آلاف الأميال وصولاً للجبهة الفرنسية. كان طالب بالجامعة لما بدأ بالكتابة بالمقالات وبالقصص بمجلة الفنون وجريدة السائح. بنيويورك تعرف على جبران خليل جبران وإليا أبو ماضي ورشيد أيوب وغيرهم من الأدباء والشعراء، وأسسوا سنة 1920 الرابطة القلمية. بالعام 1932 رجع نهائياً على لبنان، وكان يمضي أيامه بين الزلقة وبسكنتا والشخروب. ولما كرموه أولاد الضيعة بعد عودته للوطن، ألقى محاضرة بعنوان صنين والدولار، وكانت بدايتها يا أبناء بسكنتا يا لحمي ويا دمي، منذ 20 عاماً أدرت وجهي إلى البحر وظهري إلى صنين، اليوم صنين أمامي والبحر ورائي، وأنا بين الاثنين كأني في عالم جديد وكأني ولدت ولادة ثانية. الموت في نظري ليس تلاشياً، ليس محاقاً، ليس لا شيء، لأنني لا أستطيع أن أتصور لا شيء. الموت هو تحول لا أكثر، نحن نعيش في عالم ينمو وينحل باستمرار. كتب عشرات الكتب بالإنجليزي وبالعربي، من القصة للنقد للبحث للمقال للشعر للسيرة وللرواية، وكان له فلسفة خاصة فيه، وتميز أسلوبه بالسلاسة والدقة بالتعبير. من مؤلفات ميخائيل نعيمي منذكر الأباء والبنون، الغربال، كان ما كان، همس الجفون، البيادر، زاد الميعاد، لقاء، صوت العالم، أبعد من موسكو ومن واشنطن، مرداد، أبو بطة، و70. عاش نعيمي 99 سنة وبقي الألم رفيقه لآخر حياته.